وهذه المعرفة السريانية في معرض سيدنايا، والذي هو كلية اللاهوت الوحيدة التي تدرس اللغة السريانية في الشرق الأوسط. انطلقنا لنجسد فكرة اللقاء التدريبي الأول لفريق شباب الملتيميديا السوري بكافة فروعه، حيث ضمت 42 عضواً. انطلقنا لنبدأ الخطوة الأولى نحو بناء فريق أفضل عن طريق تنظيم ورشات عمل مكثفة على مستوى أكاديمي عالي، ومساعدة مدربين مختصين للخروج بوحدة إعلامية قادرة على أداء مهمتها على أرض الواقع بجهوزية عالية. لدياق ضماني، منسق العام لفريق شباب الملتي ميديا السوري. هذا اللقاء عملناه بهي الفترة لأنه الفريق كان بحاجة كتير كبيرة لتدريب أكاديمي لحتى يقدر يعمل تقرير مصور ويعمل ريبورتاج. هذا وقد كانت إحدى هذه الورشات تحت إشراف المدرب توني جرجي حول كيفية بناء تقرير مصور لتجسيد الواقع عبر الصورة. أما ورشة العمل الثانية فقد كانت تحت إشراف المدربة إريش بوادقجي حول مهارات التواصل وبناء روح الفريق وكيفية الظهور أمام وسائل الإعلام. بالإضافة إلى الأعضاء والمتدربين، كان هناك دور كبير في نجاح هذا العمل يعود للمتطوعين. مرحبا، أنا اسمي يزن، جيت من الشام مع فريق الملتيميديا. حبيت ساعده بشغل المطبخ، يمكن الشغل شوي متعب بس حبينا نساعده من شان بلكي بيعمل شيء منيح وبيطلع نتيجة منيحة من المؤتمر. لم يكن الطابع العملي هو الطابع الوحيد في هذا اللقاء، بل بدت الروح العفوية بين أعضاء الفريق واضحة من خلال التعاون والانسجام فيما بينهم. بكل طريق النهاية، ولكن نهاية لقاؤنا كانت بداية نحو فريق أفضل يسعى لتحقيق أهدافه دائماً والظهور بأبهى صورة. كانت معكم مينيرفا معتوق من دير مارفرام السرياني معرض سيدنايا SMYT.